Qatar established itself to be the world leader in natural gas monetization by building one of the world's largest existing natural gas monetization facilities. They are number one global-wise in the area of liquefied natural gas, but also they built the world's largest gas to liquid technology. سويت على نيل غناي يا مستحق الغنى اوه يا امنياتي وهواي ما لا سواك الغنى اوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلدي وبحبك شديد بلدي وبحبك أنا انتقال من أمريكا إلى قطر، وهي كانت أيضا يعني واحدة من التحديات الكبيرة لي، إنه يعني كنا في أمريكا أنا وزوجتي شغالين في أمريكا والأولاد كانوا في المدارس، كانوا في بداية حياتهم، وكانت النقلة تاني للخليج بعد ما جينا من السعودية لأمريكا. كانت واحدة من المطالب الأساسية لوالدتي رحمها الله. والدتي كانت معي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت يعني قعدت معنا فترة طويلة، وهي أثرت تأثير إيجابي كبير جدا على الأولاد، ويعني كانت هي مربوطة بمجتمعنا في السودان، وكانت عايزة تكون قريبة من السودان. فكانت قبل فترة حتى من مرض كان مفاجئ لنا في شهر رمضان في 2007، كانت دائما بتكرر لي انه هي عندها رغبة في انها ترجع السودان او تكون قريبة من السودان، على سنة تكون قريبة من اهلها، لانه كان تواصلها كبير جدا مع اهلها ومع مجتمعها في امدرمان. فكان التحدي الاكبر لي انه كيف انا يعني اقدر اوزن ما بين المتطلبات دي، وحاولت يعني قدر الامكان انه اقنعها بانه يعني وضعنا في أمريكا وضع مميز ومن المفترض أنه نواصل وكذا. سبحان الله يعني جاتني فرص مختلفة في المملكة العربية السعودية في شركة أرامكو أسكور، وأيضا عندي زميلي بروفيسور محمود الحلوجي، هو واحد من أفضل العلماء في مجال الهندسة الكيميائية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم ككل، وهو صديق عزيز جدا. يعني أنا صلاتي به وبدت من مرحلة الدكتورة في جامعة أوبون في ألاباما، ويعني كان متابع معي حتى علاقتي به على المستوى الشخصي، وهو من استضافني واستضاف أسرتي في جامعة أوبون في ألاباما. فبروفيسور الحلوجي يعني هو بيعرف الوضع الأسري لي ومرض الوالدة وكذا، وهو قام قال لي يا أخي تكساسين إم والقناة يعني أترحب بك، لأنه عندهم فرص بتاعة وظائف للأساتذة، وأيضا عندهم الكامبس أو الفرع بتاعهم في المدينة التعليمية في قطر فاونديشن في الدوحة. فكانت الخيار دي بدأ من 2007، وكان واحدة من الخيارات المميزة جدا بالنسبة لي. أولا لأنه أنا بعد مرحلة الدكتوراه مشيت للمجال بتاع البحوث في الصناعة، لكن أنا كان عندي رغبة دفينة جدا في المجال بتاع التدريس، والرغبة دي زي ما ذكرت من قبل اكتسبناها من مدرسة أم درمان الأهلية المتوسطة، وأنا طالب في المرحلة المتوسطة، والأساتذة في المرحلة دي هم من زرح فينا الرغبة والقدرات بتاعت التدريس والتعليم. فقصة التدريس دي أيضا تابعتني حتى بعد اشتغلت بين الماجستير والدكتورة، كان جزء منها فيها، وبعدها حتى قبل ما أكمل الدكتورة جامعة أوبون في ولاية ألاباما في أمريكا كانت خلتني في وضع بتاع ليكشرر أو محاضر بدرس للطلاب اللي هم في مرحلة الأندر جراديويت. فبقت رغبتي في التدريس رغبة كبيرة جدا، ويعني سبحان الله القصة جات متماشية معي. غير كذا يعني قطر عندها مميزات طيبة جدا، فيها مجتمع بتاع سوداني مميز، وهي بلد خير وبركة، فربنا سبحانه وتعالى يسر حتى للوالدة.
يعني الفرص بتاعت العلاج اللي هي أنا دي كان الهدف الأول بتاعي، إنه هي كانت في مرحلة مرضية تتطلب يعني نقل طبي من أمريكا في ولاية نيوجيرسي كنا إلى الدوحة، وما كان في طيران مباشر ما بين نيوجيرسي والدوحة في قطر، لكن سبحان الله يعني كان في طيران سرو جنيف، وكان هو يتطلب رعاية طبية محددة لأنها كانت بتتطلب إنها يكون معها يعني جزء منفصل في الطيارة، وكان رعاية طبية، وكانت زوجتي ربنا يجزيها عنا كل الخير دكتورة ماجدة بدوي، اللي هي كانت لأنه هي مصرح لها كطبيبة في أمريكا في إنها تسافر معها، وكانت رحلة طويلة جدا يعني ما يقارب 20 ساعة فيها كونكشن في جنيف وكذا، لو هي محتاجة يعني رعاية لكل المدة بتاعتها إلى أن وصلت للدوحة. جامعة تكساس A&M واحدة من أفضل الجامعات في أمريكا، وهي في مجال تخصصنا في مجال الهندسة هي الأفضل، لكن هي مشهورة جدا بهندسة البترول، اللي هي جامعة تكساس A&M كانت أيضا من المؤسسين لمجال هندسة البترول عالميا، فمعظم المدراء بتاع شركات البترول حول العالم خريجين بتاع تكساس A&M. الخريجين بتاع جامعة تكساس A&M بسموهم آجز، فمعظم الشركات الكبيرة إكزون موبيل والشركات الضخمة كونوكو فيليبس وشيفرون بتلقى إنه خريجين تكساس A&M هم جزء أساسي من المجال بتاع النفط حول العالم، ودي واحدة من الأسباب اللي جابتها في المدينة التعليمية في قطر فاونديشن. والمدينة التعليمية ده واحدة من المودلز المميزة جدا، وهي يعني رؤية كاملة لشيخة موزة بنت ناصر المسند، وهي عملية بتاعت إنك تبني منظومة تعليمية متكاملة من التعليم الأساس إلى التعليم الجامعي وما بعد التعليم الجامعي في مراكز بحوث متخصصة. واختارت المدينة التعليمية جامعات أمريكية حسب التخصص بتاعها وفي مجالات مختلفة، وهي جامعات من الأميز في أمريكا وفي العالم. يعني اختارونا نحن تكساس A&M لمجال الهندسة، وعندنا 4 برامج هندسة، وهندسة البترول كانت السبب الأساسي لاختيارنا. وأنا الآن يعني سعيد بأنه أنا بروفيسور، أنا مجال تخصصي في الهندسة الكيميائية، لكن أنا أيضا البروفيسور الوحيد الموجود في مجالين، في الهندسة الكيميائية وفي هندسة البترول أيضا في جامعة تكساس A&M. فالتجربة بتاعة قطر فاونديشن دي واحدة من التجارب الفريدة في العالم في مجال التعليم، يعني في جامعات زي وايل كورنيل في مجال الطب، وهي واحدة من أفضل الجامعات الأمريكية وأيضا من أفضل الجامعات في الدراسات الطبية حول العالم، في جامعة كارنيجي ميلون في مجال بتاع علوم الكمبيوتر وفي مجال بتاع البيولوجيا والأحياء، وفي جامعة نورث ويستن في مجال الإعلام والميديا، في جامعة جورج تاون في المجالات الريليتد للبوليتيكال ساينس والأشياء دي. فهي جامعات كبيرة، الجامعات دي هي مربوطة بجامعات الأم في أمريكا، بتدي نفس الديجري الموجودة في أمريكا وبتقدم نفس البروجرام، وبندرس نفس الكورسات اللي بندرسها لطلبتنا في أمريكا بندرسها هنا وبنفس الكوريكولوم وكذا. فكانت فرصة طيبة جدا إنه الواحد يجي في البدايات بتاع التحول المدينة التعليمية لمجال البحوث التخصصية. يعني لما بدأت تكساس A&M بدأت كبرنامج بتاع هندسة في 4 تخصصات، هندسة كيميائية، هندسة بترول، هندسة ميكانيكا، وهندسة كهرباء، لكن تحولت بالزمن لمجال بتاعت البحوث، فبدأ تأثيرنا في المجال بتاع البحوث. أنا مجال تخصصي في الغاز الطبيعي، وكل الثروة بتاعت قطر دي وتميزها جاي من الغاز الطبيعي ما جاي من النفط، يعني السعودية هي جاية من النفط لكن قطر التميز بتاعها في مجال الغاز الطبيعي. مجال الغاز الطبيعي دي فتح لي أبواب بتاع التعاون مع الصناعة الموجودة، الصناعة العالمية الموجودة في قطر. فكان التحدي الأكبر لي إنه كيف أنا أبني معمل وأسس المعمل ده على طراز عالمي، والطراز العالمي ده يكون المستوى المقبول لأكبر شركات الموجودة في مجال الغاز الطبيعي في العالم، اللي هي زي شركات زي شل، زي توتال، زي إكزون موبيل، وأيضا طبعا قطر للبترول، كانت الآن قطر للطاقة وقطر غاز وكذا. كيف إنه أنا أقدر أبني معمل ويعني أقدر أجلب فريق بحث مميز، وكيف أبني المنظومة بتاعتي بحيث إنه معملي دي يكون يساهم مساهمة فعالة في مجال تحويل صناعة الطاقة ما في أمريكا أو في قطر بس، لكن في العالم ككل.
So Qatar will be a major producer, not only in terms of ultra clean fuels and value added chemicals from natural gas, but it can also be a major producer of high quality carbon material and carbon material in general. And it will be a model for CO2 sequestration global wise. This work has been done in a unique collaboration model with Qatar National Research Fund and my colleague at Texas A&M University, Professor Mahmoud Al-Hawadi, and his research team. And it shows the leadership that this institution of Gas and Fuel Research Center of Texas A&M working to cover technology development from the micro scale all the way up to the macro scale, looking at the problem of developing a catalyst, developing a process, and then also developing a final product that's unique in characteristics and marketing value. طينك ولا أرضك كلك والقمر الفوق سوحك ضاوية البلد المخ منك اثنين والناس كلها متساوية لو شافوك بعيني أكيد العالم كله حيعجب بك وأنا شايفك من أجمل زاوية